إن لبنان استطاعت أن تمتاز الكثير من تلك المراحل التي مرت بها خلال تاريخها الحديث من كل تلك الأزمات والحروب الأهلية الطاحنة التي عصمت بها أيضا الاغتيالات السياسية. فأصبح هناك في هذه المرحلة نوعا من الاستقرار الذي نأمل أن يستمر وأن يكون له إيجابياته وأوضاعه الأفضل لمصلحة الشعب اللبناني العليا، وأن يكون أيضا في علاقات ممتازة مع الدول العربية ومع دول العالم الصديقة والمحبة للسلام.